السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم تعليم ويد نور. اذا اول مره كتزوروا القناه نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل جديد الفيديوهات. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه ديال التسجيل في الموقع، لانه تم فتح الموقع البارح 1 يونيو، وسوف يكون اخر اجل ديال التسجيل في هذه المباراه ديال ولوج التكوين التقني المتخصصين في شعبه الماليه تخصص الماليه المحليه يوم 7 يونيو اخر اجل ديال التسجيل. وبالنسبه لشروط ديال المشاركه، يعني ما تكونش فايت 30 سنه، من 18 عام حتى 30 سنه. وبالنسبه كذلك الوثائق اللي تحتاجوا، شهاده البكالوريا او دبلوم ديال تقني، شهاده البكالوريا بشعبه علميه يعني اس في تي ولا فيزيك بي سي او لا تكون تقنيه، وكذلك دبلوم ديال تقني يكون في المحاسبه ولا الماليه، وبيان النقاط اللي حصلت عليهم في سلك البكالوريا، وكذلك بيان النقاط بالنسبه اللي قراو في المعهد ديال التكوين المهني، كذلك نسخه من البطاقه الوطنيه. وبالنسبه للاشخاص الموظفين كيكتبوا طلب للترشيح في هذه المباراه، بالنسبه للاختبار سوف يكون اختبار كتابي للمعامل ديالو جوج. بالنسبه للموضوع كيتعلق بالمجال ديال الاقتصاد والماليه، سوف يكون بالعربيه المده ديالو ساعتين، كذلك موضوع طابع عام باللغه الفرنسيه المده ديالو ساعه ونص، واختبار شفوي للمعامل ديالو واحد. وبالنسبه للطريقه ديال التسجيل، كتدخلوا لجوجل كتابيو www.concours.interieur.gov.ma. بغيتو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، نخليه لكم دخلوا مباشره. ملي كتكتبوها كتابيوها كتكليكيو على ثانيه تسجيل مباريات وزاره الداخليه، كتكليكيو فيها كتديكم مباشره لهاد لاباج هادي، وكتعاودوا تكليكيو في concours.interieur.gov.ma باش كيديكم مباشره. كتكليكيو على ثانيه ديال ملء الاستماره ديال مباراه روسيا للتكوين التقنيين، وكتديكم مباشره لهاد لاباج باش تعمروا المعلومات الشخصيه ديالكم. اولا كيقولوا لكم هل انت موظف، موظف او غير موظف، كتكليكي على غير موظف، كتكمل الاسم الشخصي وكذلك البرينوم، كتكتبوا اسم شخصي بالفرنسيه، الاسم العائلي كذلك لو نو الاسم العائلي كتكتبوا بالفرنسيه، بطاقه التعريف الوطنيه، وكتعمل مده الصلاحيه ديال فقاعه التسالي. بالنسبه كتعمل ذكر او انثى، تاريخ الازدياد ومكان الازدياد، كذلك الحاله العائليه يعني عازب او متزوج او مطلق، كنت متزوج كتعمل عدد الابناء ديالك شحال، وكتعمل العنوان، كتختار العماله او الاقليم اللي كتكون فيه، وكتختار المدينه او جماعه، وكتعمل الرمز البريدي لان كل مدينه عندها الرمز البريدي ديالها، وكذلك الهاتف المحمول والبريد الالكتروني. بالنسبه للهاتف يكون عندك كيبدا من 06، ما يكونش من 07، ما يقبلوا لك شي السيستم، يعني شوف العائله ديالك اللي عندهم نمره فيها 06، كتاكد البريد الالكتروني كان عندكم الهاتف الثابت، كتعمل كذلك. بالنسبه للمستوى الدراسي دبلوم، كتعمل شهاده البكالوريا علميه او تقنيه، او لا عندك دبلوم ديال التقني كتكوشيه. بالنسبه للمعدل العام لسلك البكالوريا او سلك التقني كتعملو، بالنسبه ملي تجي تكتب النقطه ديالك كتعمل نقطه، مثلا عندك 11.33 كتعمل 11.33، السيستيم ما كيقبلش ديك الفصيله، وكتعمل السنه، وكتعمل ديك الرمز اللي كيعطيوك، وكتدخل المرحله المواليه، وكيعطيوك هاد لاباج هادي باللي المعلومات ديالك انهم تسجلوا. وبالنسبه لرفع الملف كيعطيوك دبلوم ديال البكالوريا او دبلوم ديال التقني، يكون عندك على شكل بي دي اف او على شكل باج، وما يكونش كيتعدى 1 ميجا. انا نخلي لكم الرابط ديال واحد لا فيديو ديالي كيفاش تسكانيو الوثائق ديالكم. بالنسبه قلت لكم كتعملوا رفع الملف وكتسكانيو الدبلوم ديالكم البكالوريا، كذلك بيان النقط كتسكانيوها، والبطاقه الوطنيه كتسكانيوها هيكتو فيرسو يعني من الامام ومن الخلف. كيف ما كتلاحظوا كتعملوا رفع الملف وكتديكم مباشره لهاد لاباج هذه.
كتعطيكم واحد لاباج ارفع الملف كتكليكيو عليها مباشرة، كتكليكيو على اضافة الملف، كتمشيو الملف ديالكم اللي حطيناه في البيغو سوا في دوسي، ومن بعد كتكليكيو مثلا على ديال البكالوريا ديالكم وكتحطوها هنايا وكتكملوا بنفس الطريقة إضافة الملف وكتكملوا بيان النقاط ديالكم وكذلك البطاقة الوطنية. ملي كتكملوا كتطلع لكم هاد لاباج هادي اللي فيها استمارة ديال الترشيح باللي أنكم تسجلتوا، وكتكون هذه طريقة ديال التسجيل في الموقع. كنتمنى تكونوا فهمتوني، إذا عندكم شي تساؤلات خليهم لي في الكومنتر إن شاء الله نقدر نجاوب عليهم، وكنتمنى إن الإعجاب ديالكم هاد الفيديو إن شاء الله، وإذا عجبكم تخليوا لي لايك أو الكومنتر وتبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء، ونتلقاهم مع فيديو جديد إن شاء الله.